أزمة جديدة بتواجه الكرة المصرية بعد تهديد الزمالك بالانسحاب من أمام الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بس دي مش المرة الأولى وشكلها مش هتكون الأخيرة. يلا بينا بقى نعرف تاريخ انسحاب الزمالك قدام الأهلي بالدوري. الموضوع بتاع الانسحابات قديم جدا مع نادي الزمالك، والبداية سنة 1948 لما قرر الفريق الأبيض الانسحاب من مواجهة نظيره الأهلي بعد ما تم رفض طلبهم بتغيير ميعاد مباراة الجولة الأخيرة اللي الأهلي كان حسمها من بدري. وساعتها عشان الدنيا ما يحصلش فيها مشاكل، الأهلي يومها لعب مباراة ودية ضد ترسانة، بس الأمور عدت من غير فرض غرامات أو أي حاجة. موسم 1995-1996 قرر نادي الزمالك الانسحاب مرة تانية من لقاء القمة قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، وده بسبب اعتراض لاعبي الزمالك على تعيين أدري عبد العظيم كحكم للمباراة. الأهلي كان متقدم بهدف، حسام حسن حط التاني علشان تبدأ موجة من الاعتراضات على الجول بداعي إنه تسلل عشان ينسحب الفريق الأبيض ويتم احتساب الفوز للأهلي، وتوقع غرامة مالية تقيلة جدا وقتها عليه. 4 دقايق هي المدة اللي اتلعب فيها اللقاء سنة 1998 قبل ما يدخل أيمن عبد العزيز على إبراهيم حسن. الحكم الفرنسي مارك باتا على طول طلع الكارت الأحمر وقال له اتفضل برا، لكن كابتن فاروق جعفر ولاعيبة الزمالك ما قبلوش بحاجة زي كده عشان يلموا عزالهم ويطلعوا من الملعب بعد ما حيوا الجمهور. سنة 2020 الزمالك قبل الواقعة دي لعب مع الأهلي وكسبوا في بطولة السوبر المصري في الإمارات، وكان في ماتش بين الاتنين في بطولة الدوري بعدها يوم 24 عشان الأبيض يطلب تأجيل المباراة، لكن اتحاد الكرة رفض. آخر انسحاب كان السنة اللي فاتت في ماتش السوبر بعد ما كهربا ما تطبقش عليه قرار الإيقاف اللي كان عليه لمدة 12 ماتش، وتقال ساعتها إن الزمالك ما انسحبش لأجل عيون كهربا، لا ده عشان في قرارات متعنتة ضد الزمالك. تفتكر بقى الزمالك هيكرر انسحابه مرة تانية ولا لا؟ قول لنا رأيك في التعليقات.